كان مرات عمك مصورك وانت بتتهان وبتتضرب، ولما سألتك قبل كده اذا كنت تعرفها قلت لا. طيب ممكن افهمك اللي انا عايز افهمه يا نبيل؟ انت مخبي عليا ايه تاني؟ هنقعد بعدين ونتحاسب، بس الاولويه دلوقتي للهانم اللي جاي تتوش على كل حاجه وتبتزنها. صح، انا كمان بقول كده، هي قص الشر والبلاوي كلها. مفيش قدامنا غير اننا نخلص منها. هنعملها ازاي دي؟